إلا لأن العصمة ترعاه والله أيده وهداه، وما ذل لأن النصر حليفه والفوز رديفه، وما غل لأنه صاحب أمانة وصيانة وديانة، وما مل لأنه أعطي الصبر وشرح له الصبر، وما كل لأن له عزيمة وهمة كريمة ونفسا طاهرة مستقيمة. صلى الله عليه وسلم ما كان أشرح صدره وأرفع ذكره وأعظم قدره وأنفد أمره وأعلى شرفه مع ساعة الفناء وعظم الإناء وكرم الآباء، فهو محمد الممجد كريم المحتد سخي اليد، كأن الألسنة والقلوب ريدت على حبه وأنست بقربه، فما تنعقد إلا على وده. نور العرارة نوره ونسيمه، نشر الخزامى في اختصار الآس، وعليه تاج محبة من ربه ما صيغ من ذهب ولا من ماس. إن الفطر السليمة والقلوب المستقيمة حبا لمنهاجه ورغبة عارمة لسلوك فجاجه، فهو القدوة الإمام الذي يهدي الله بل اتبعه والسلام. صلى الله عليه وسلم علم اللسان الذكر والقلب الشكر والجسد الصبر والنفس الطهر، وعلم القادة الإنصاف والرعية العفاف، وحبب للناس عيش الكفاف، صبر على الفقر لأنه عاش فقيرا، وصبر على دموع الغنى لأنه ملك ملكا كبيرا. بعث بالرسالة وحكم بالعدالة وهدي من الضلالة، ارتقى في درجات الكمال حتى بلغ الوسيلة، وصعد في سلم الفضل حتى حاز كل فضيلة. هذا هو النور المبارك يا من أبصر، هذا هو الحجة القائمة يا من أكبر، هذا الذي أنظر وأعذر وبشر وحظ وسهل ويسر. كان الكذب قبله في كل طريق، فأباده بالصديق من طلابه أبو بكر الصديق، وكان الظلم قبل أن يبعث متراكما كالسحاب، فزحزح وبيت العدل من تلاميذه عمر بن الخطاب، والذي ربى عثمان ذا النورين وصاحب البيعتين واليمين، والمتصدق بكل ماله مرتين، هو إمام على حيدرة، فكم من كافر عاصر، وكم من محارب نهر، وكم من لواء للباطل كثر، كأن المشركين أمامه حمر مستنفرة فرت من قصر. مرحبا بالحبيب والقريب والنجيب الذي إذا تحدثنا عنه تزاحمت الذكريات وتسابقت المشاهد والمقالات، صلى على ذاك القدوة ما أحلاه، وسلم الله ذاك الوجه ما أبهاه، وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكمله وأعلاه. علم الأمة الصدق وكانت في صحراء الكذب هائمة، وأرشدها إلى الحق وكانت في ظلمات الباطل عائمة، وقادها إلى النور وكانت في دياجيل الذل قائمة. وشب طفل الهدى المحبوب ملتشحا بالخير، منتزرا بالنور والنار، في كفه شالة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. كانت الأمة قبله في سبات عميق وفي حضيض من الجهل سحيق، فبعثه الله على فترة من المرسلين وانقطاع من النبيين، فأقام الله به الميزان وأنزل عليه القرآن، وفرق به الكفر والبهتان، وحطمت به الأوثان والصبان. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أسعد الله صباحكم بكل خير. فقرة جديدة من فقرات صناع السعادة هتكون معانا معاكم النهاردة عبير عبد الله، وفقرة جديدة أنا حبيت أغير لكم النهاردة من الموضوعات اللي اتكلمنا فيها قبل كده. اتكلمنا في الصحة، اتكلمنا في التعليم، اتكلمنا في مواضيع هامة كتير. كمان النهاردة حبينا ندعم أولادنا الموهوبين بموهبة جديدة، بموهبتين جداد، بس هنعرف تفاصيل أكتر. نرحب الأول بضيوف حلقتنا، مامة مريم وسارة. أهلا بيك يا أم مريم. أهلا بحضرتك. عاملة ايه؟ منورانا في استوديو السعادة. كلمينا الأول عن موهبة مريم.
يا مريم كان عندها موهبة الشعر، اه وأنا دعمتها وشجعتها وقفت معاها في الموضوع ده ونميت الموهبة اللي عندها دي، ايوه وهي الحمد لله بقت على يعني كويسة دلوقتي، إن هي تقدر تقف على رجلها وإن هي تبقى موهوبة كده اه وتوري للناس الموهبة بتاعتها. ابتدت من سن قد ايه؟ من سنة رابعة ابتدائي. من سنة رابعة ابتدائي، ما شاء الله. طيب عملت حفلات في المدرسة قبل كده؟ لا هي ما عملتش حفلات في المدرسة، بس هي كان في مسرحيات اه وكان في نشاط ثقافي وكان في نشاط رياضي، عدة نشاطات كان ليها في المدرسة يعني. تمام، جميل جميل. طيب وايه المسابقات اللي هي عملتها؟ يعني دخلت اكيد في ليها مسابقات، دخلتها او تقدمت لمسابقة او تمام، فازت فيها؟ دخلت في مسابقة جيل مصر ايوه من خلال مبادرة طاقة نور، ولسه هي في المسابقة يعني. مبادرة طاقة نور، مبادرة تطوعية أنا أسمع عنها. أيوة. طيب خلونا نشوف البنات الموهوبين، نتعرف على مريم الأول. عرفينا بنفسك يا مريم. أنا اسمي مريم أحمد محمد، عندي 15 سنة. الموهبة بتاعتك إيه؟ الشعر. الشعر، بس إن شاء الله دلوقتي على سيدنا محمد، هشعر على سيدنا محمد. طيب بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، عايزينك كده تسمعي السادة المشاهدين وتسمعينا كده حاجة بمناسبة المولد النبوي، يلا سمعينا يا مريم. وإنك لعلى خلق عظيم، صلى عليك الله يا علم الهدى. امسكي المايك يا مريم، امسكي المايك، ابتدي تاني عادي، يلا قولي. وإنك لعلى خلق عظيم، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وتزينت بحديثك الأقلام. ما أحسن الاسم والمسمى، وهو النبي العظيم في سورة عمّة. إذا ذكرته هلت الدموع السواكب، وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب. وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجوى، وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، أعلل نفسي بالتلاقي وقربه، وأوهمها لكنها تتوهم. المتعبد في غار حراء، صاحب الشريعة الغراء، والملة السمحاء، والحنيفية البيضاء، وصاحب الشفاعة والإسراء. له المقام المحمود، ولواء المعبود، والحوض المورود. هو المذكور في التوراة والإنجيل، وصاحب الغرة والتحجير، هو المؤيد بجبريل، خاتم الأنبياء، وصاحب صفوة الأولياء، إمام الصالحين، وقدوة المفلحين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب خلونا نكمل بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، معانا مريم، نكمل معاكي يا مريم. يلا قولي لي بقى، مين اللي شجعك على الموهبه بتاعتك؟ ماما بابا لاحظوا الموهبه دي فيا ولموها، وقعدوا يقولوا لي انت لازم تطلعي، وماما قعدت تتهيل عليا، بس طلعت الحمد لله والناس عرفتني وكده. كنت بتبقي مبسوطه كده وانت بتغني في الحفلات وفي المسابقات والحاجات دي؟ كنت مبسوطه لان يعني حاجه تشرفني اللي انا اشعر عن سيدنا محمد. برافو عليكي عليه الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله عليكي، وانا متفائله لك مستقبل كبير يا مريم ان شاء شكرا. الله ان شاء الله. وانا يعني مبادره طاقه نور واضح ان هي مدعماكي جامد، صح؟ طيب يا مريم، خلينا نسال ماما كده بقى عن الموهبه الثانيه، عن ساره. قولي لي بقى، ساره اكتشفتي موهبه الرسم عندها امتى؟ ساره كانت بترسم من هي سن 3 سنين، فهي انا اصلا كنت برسم، كنت برسم على الازاز يعني وبرسم على المرايات. كنت برضو عندي موهبه كتابه الشعر مش القاء الشعر. بسم الله ما شاء الله. ووالدي الله يرحمه برضو كان بيكتب شعر، فهي وراثه تقريبا كده يعني. يعني مطلعه 2 موهوبين ما شاء الله، يعني طالعين لك فعلا. فساره بترسم جميل جدا، بترسم اشخاص، بترسم مناظر طبيعيه، بترسم شخصيات كرتونيه. بسم الله ما شاء الله. ترسم يعني اي حاجه تشوفها قدامها ترسمها. طيب يلا يا ساره، عرفينا بنفسك وعرفي الساده المشاهدين كده مين ساره. يلا. انا ساره احمد محمد، عندي 14 سنه، وبرسم وانا عندي 3 سنين، وكنت برسم مناظر طبيعيه واشخاص وشخصيات كرتونيه، وماما كانت بتشجعني وتقول لي ارسمي ده وارسمي ده وكده.
وليها دور كبير في ان انا برسم دلوقتي. جميل جميل. طيب مين تاني شجعك مع غير ماما؟ في حد تاني شاف رسوماتك؟ مدرسات في الفصل، في زمايلك، مين تاني كان بيشجعك على الرسم؟ لا، كان مشجعني على الرسم تاني بابا برضو. كان بابا؟ ماشي يا حبيبتي. طيب خدتي كورسات قبل كده؟ دخلتي لا. كورس او اي حاجه تعليميه؟ لا. ما خدتش كورسات لا، يا ام مريم؟ مقدمه لها لسه، هتدخله. قدمت لها؟ ايوه هي احسن ومريم، مش هي لوحدها، لان مريم بتحب الرسم برضو. ايوه كورس تدريب على الرسم، خلينا بيوم نشوف بورتريه. الصور بتاعت مريم على الشاشه. ما شاء الله، بتاعت صورة. رسومات كرتونيه، ترسمي اشخاص كمان، برافو عليك يا مريم، بسم الله ما شاء الله. دي صورتي انا وسارة. يعني رسمك انت واختك. ما شاء الله، برافو، مناظر طبيعيه، برافو برافو، جميل ما شاء الله. ايه الجمال ده يا ساره؟ شكرا. جميل جدا ما شاء الله، فنانه يا ساره بجد. شكرا. نفسك بقى تبقي رسامة؟ يعني لا. انت اصلا نفسك تبقي رسامة ولا نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ مهندسة ديكور. مهندسة ديكور برضو فن، ما هو ده برضو كده فن برضو. ان شاء الله تبقي كل اللي بتتمنيها هتلاقيه ان شاء الله، طول ما عندنا اصرار وعندنا عزيمة وكده، وننمي الموهبة بتاعتنا، وبعد كده ربنا يكرمك وتخشي كلية فنون جميلة، فنون تطبيقية، وتحققي حلمك بإذن الله. يلا نرجع بقى لمريم تسمعنا حاجة للسادة المشاهدين، عايزين نشوف الجمال والروعة. للأمم رموز يخطئون ويصيبون ويسددون ويغلطون، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم معصوم من الزلل، محفوظ من الخلل، سليم من العلل، عصم قلبه من الزيغ والهوى، فما ضل أبدا وما غوى، إن هو إلا وحي يوحى. للشعوب قادات لكنهم ليسوا بمعصومين، ولهم سادات لكنهم ليسوا بالنبوة موسومين. أما قائدنا وسيدنا فمعصوم من الانحراف، محفوظ بالعناية والألطاف، قصارى ما يطلب سادات الدنيا، قصور مشيدة وعساكر ترفع الولاء مؤيدة، وخيول مسومة في ملكهم مقيدة، وقناطير مقنطرة في خزائنهم مخلدة، وخدم في راحاتهم معبدة. أما محمد عليه الصلاة والسلام فغاية مطلوبه ونهاية مرغوبه أن يعبد الله فلا يشرك معه أحد، لأنه فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك، بسم الله ما شاء الله عليها بجد، ربنا يحفظها ويبارك فيها وتشوفيها زي ما انت عايزه ان شاء الله يا رب. نفسك تبقي ايه يا مريم لما تكبري؟ دكتوره. ما شاء الله، برافو برافو، ربنا يحقق ما تتمني يا رب يا حبيبتي. طيب خلينا نرجع لساره. يلا يا ساره، وري الساده المشاهدين من السكتش اللي عندك ده، ورينا كده الرسومات اللي انت بترسميها من خلال السكتشات. واحده واحده خالص، على مهلك، اعرضيها للكاميرا. الكاميرا قدامك اهي. دي منى الشاذلي. تمام، اللي تخلصيها حطيها هنا يا مريم. ماشي، ثبتيها وامسكيها شويه للشاشه عشان الساده المشاهدين يشوفوها. اساعدك. يلا لفيها للشاشه كده. ده توم كروز. توم كروز. وقفيها شويه للشاشه عشان تلحق تصورها. ايوه برافو. ورينا اللي بعدها. دي انا امسكيها بالعرض. دي يا مريم. انت ومريم. وريني كده ما شاء الله، عايزين نوريها للساده المشاهدين، هي رسمه نفسها واختها. برافو. ورينا اللي بعده. انجلينا جولي. جميله، تسلم ايدك. يلا اللي بعده، وريني اللي بعده على طول. الأميرة ديانا. أميرة ديانا ملكة القلوب، عارفاها، برافو عليكي. ده شاروخان. تسلم ايدك يا مريم، يا سارة، برافو عليكي بجد، برافو.
ان شاء الله عايزين ننمي الموهبه عند ساره اكتر ان شاء الله، وتديها كورسات اكتر ودورات تدريبيه اكتر في الرسم، وان شاء الله تخش بعد كده الكليه اللي هي حباها وتبقى زي ما انت عايزه واكتر وكمان، لان انت بجد تعبتي معاهم وتعملي معاهم مجهود جامد ومطلعه مواهب جميله وتستاهلي كل خير. ربنا يخليك. ماشي، حطي حبيبتي. انا شايفه في شهادات تقدير هنا، انتوا خدتوا شهادات تقدير؟ الشهادات دي واخدينها في ايه؟ مسابقه ايه؟ مش مسابقه، في الشعر. مريم واخداها في الشعر وانت في الرسم صح؟ جميل جميل جميل. زميل سارة في المدرسه يقول لها ارسمي لي في الامتحان الرسم. اه ما شاء الله، عشان هي بتعرف ترسم. طب يلا بقى يا مريم نسمع حاجه جميله كده، عايزين نسمع الساده المشاهدين. مرحبا بالحبيب. مرحبا بالحبيب والقريب والنجيب الذي إذا تحدثنا عنه تزاحمت الذكريات وتسابقت المشاهد والمقالات. صلى على ذاك القدوة ما أحلاه، وسلم الله ذاك الوجه ما أبهاه، وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكمله وأعلاه. علم الأمة الصدق وكانت في صحراء الكذب هائمة، وأرشدها إلى الحق وكانت في ظلمات الباطل عائمة، وقادها إلى النور وكانت في دياجيل الذل قائمة. وشاب طفل الهدى المحبوب منتشحا بالخير، منتزرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي، وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. كانت الأمة قبله في سبات عميق وفي حضيض من الجهل سحيق، فبعثه الله على فترة من المرسلين وانقطاع من النبيين، فأقام الله به الميزان وأنزل عليه القرآن، وفرق به الكفر والبهتان، وحطمت به الأوثان والصلبان. صل وسلم على سيدنا محمد. جميل، حاجة جميلة. أو معانا وقت طيب ولا إيه؟ طيب احنا وصلنا النهارده الى اخر حلقتنا النهارده. انا اتشرفت بيكوا جدا يا ام مريم، وبشكرك جدا على المواهب الجميله دي. بشكرك يا مريم، بشكرك يا ساره. يا رب نكون كنا خفافه على قلوبكم كلكم اعزائي المشاهدين في برنامج صناع السعاده. انتظرونا في فقرات احسن وفقرات اقوى وفقرات اجمل باذن الله. صباحكم سعاده.